سنة حميدة دأب عليها سيادة عامل صاحب جلالة الإقليم تتويجا لموسم دراسي حافل بالعطاءات والنتائج الإيجابية وتكريما للتلاميذ الناجحين المتفوقين في امتحانات الباكالوريا بجميع مسالكها. هذا التكريم هو تقدير لمجهودات بذلت وستبذل إن شاء الله استقبالا، وهو تحفيز للمتفوقين لبذل مجهودات أكثر. أبناءنا الأعزاء، بناتنا العزيزات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أباء أولياء تلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خرجنا من الجهات الكبار، من الجهات الأصغر للجهات الكبار، تاخذ ماشي اللي وقع عليكم اليوم، من الجهات الأصغر للجهات الكبار إن شاء الله بحول الله. قدامكم مدارس عليا، قدامكم جامعات، قدامكم مستقبل إن شاء الله بحول الله زاهر. نتمنى إن شاء الله بحول الله كما سبقكم الزملاء والزميلات ديالكم، ترفعوا أنتم الراية ديال بلادكم عالية خلاقة إن شاء الله بحول الله، بفضل المجهودات وبفضل العمل اللي كتقوموا به إن شاء الله بحول الله. حنا هنا اليوم مجموعين باش نكرموكم وباش نفرحوا بكم. وهذه الفرحة لجميع الآباء وجميع الأمهات وجميع أولياء ديال التلاميذ والتلميذات اللي نتمنى الله سبحانه وتعالى أنها تدوم وتدوم وتدوم أكثر وأكثر إن شاء الله بحول الله. مرة أخرى هنيئا لكم، هنيئا لكم، هنيئا لكم، وكنشكر جميع الحضور ديالو وكذلك المشاركة ديالو في هذا الحفل البسيط باش نحتفلوا بوليداتنا وبنياتنا. مرة أخرى هنيئا لكم بنياتي ووليداتي، الله يوفق لكم إن شاء الله بحول الله. ونتمنى عما قريب نسمع لكم دكاترة أساتذة جميع القطاعات إن شاء الله وعلماء وباحثين إن شاء الله بحول الله باش تكونوا أنتم هما المشعل اللي كيحمل الراية ديال التقدم ديال سيدنا اللي كيبنيه سيدنا الله ينصرو كيبنيه المغرب، واللي باش تكونوا كذلك حاملين لواء ديال التقدم وديال الرفاهية ديال بلادنا إن شاء الله بحول الله. مرة أخرى هنيئا لكم وفرحان بزاف أنني متواجد معكم هنايا. تبارك الله عليكم. وهنئ كذلك الأمهات والآباء على النتائج الجيدة والمتميزة التي تحققت بفضل تضحياتهم ومجهوداتهم التي بذلوها على امتداد سنوات وهم اليوم يقطفون ثمار تعبهم. الشكر والتقدير إلى كل الأطر الإدارية على المجهودات التي بذلوها خلال الموسم الدراسي طويل وشاق، ومن خلاله إلى جميع الأطر التربوية على عملهم الكبير وانخراطهم الإيجابي خدمة للشأن التربوي بالإقليم. الشكر موصول لوسائل الإعلام على دعمهم لا مشروط ولا محدود لقطاع التعليم ولنساء ورجال التربية والتكوين، وعلى الأهمية التي يولونها للتميز والتفوق الدراسي. المترشحين المدرسين الحاضرين 8821 وبلغت نسبة النجاح 71.34 بزيادة 8 نقط مقارنة مع السنة الماضية، كما تم تسجيل 19.24 كأعلى معدل إقليمي بشعبة العلوم الرياضية نسبة العلوم الرياضية مع خيار فرنسية. بالنسبة للسجل الثانوي الإعدادي بلغ عدد المترشحات والمترشحين بني شهادة السجل الإعدادي 14939 وبلغت نسبة النجاح 63.48، علما أن المديرية اعتمدت معدل 10.20 كحسب المعيارية للنجاح بهذا السجل في إطار تحسين عتبات الانتقال بين الأسلاك. بالنسبة للسجل التعليم الابتدائي بلغ عدد المترشحات والمترشحين 21391 ووصلت نسبة النجاح إلى 97.76% باعتماد عتبة معيارية 15 بهذا السجل. أيها الحضور الكريم، بالإضافة إلى المجهودات المبذولة لتحسين مؤشرات النجاح بالإقليم وتجويد الفعل التربوي والحفاظ على المكتسبات التي تحققت في هذا الإقليم، فإن المديرية الإقليمية عازمة كل العزم على تحسين فضاءات المؤسسات التعليمية وتأهيل كافة المؤسسات العمومية بالوسطين القروي والحضري، وذلك بتضافر جهود كل المتفوقين. أنا جيت فخورة وفرحانة بهذا النجاح ديالي وبالمعدل اللي جبت الحمد لله، شرفت بعائلتي والليسي ديالي وأنا فرحانة بزاف بهذا النجاح والحمد لله وشكرا لله. إن شاء الله كنطمح أنني نتوجه لمجال الصحافة بإذن الله، لأن عندي ليه حب كبير وإن شاء الله كنتمنى